أرسلتك بقوتي، مسحتك لخدمتي، نصرتك بقدرتي، غمرتك بنعمتي، نصرتك بقدرتي، غمرتك بنعمتي. هيا ابذر البذار بعزم واقتدار كي تجني الثمار، فها أنا معك، لا تخشى في الصعاب، أبدد الضباب وأفتح الأبواب، فها أنا معك، فها أنا معك. لكرمي اذهب يا بني، اعمل به على الدوام، قل ها انا يا سيدي، ارسلني يا رب الانام، قل ها انا يا سيدي، أرسلني يا رب الأنام. هيا ابذر البذار بعزم واقتدار كي تجني الثمار، فها أنا معك، لا تخشى في الصعاب، أبدد الضباب وأفتح الأبواب، فها أنا معك. بقدرة البشر ولا بقوة الذراع، بروحي قدس القدير يضحي المحال مستطاع، بروحي قدس القدير يضحي المحال مستطاع. هيا ابذر البذار بعزم واقتدار كي تجني الثمار، فها أنا معك، لا تخشى في الصعاب، أبدد الضباب وأفتح الأبواب، فها أنا معك، فها أنا معك. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. تفضلوا الجلوس. يسعد مساكم جميعا. سيادة المطران وليام الشوم الجزيل الوقار، الآباء الكهنة الأجلاء، الأخوات الراهبات الفاضلات، أيها الإخوة والأخوات، أبناء الرعية، نرحب بكم يا سيدنا في رعيتنا ورعيتكم. معكم نلتف حول مائدة الرب لنصلي ونشكر ونقدم لله كل ما عندنا. نشكر الله دائما على نعمه التي ينعم بها علينا في كل حين. إنها نعمة كبيرة لرعيتنا في هذا المساء، حيث سوف تمنحونا رتبة الشدياق لأربعة من أبناء رعيتنا. إنها نعمة كبيرة.
نصلي من أجلهم لكي يكونوا على مثال الراعي الصالح، أمناء على ما أؤتمن عليه، متواضعين في الخدمة، شاكرين دائما لله على نعم. معكم يا سيدنا نصلي ونرفع دعاءنا من أجل أبناء رعيتنا، من أجل نياتنا الخاصة. أهلا وسهلا سيدنا. والآن أيها الإخوة والأخوات، لنندم على خطايانا فنكون أهلا للاشتراك في هذه الأسرار المقدسة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة، لأني خطيت كثيراً بالفكر والقلب خطيئة عظيمة جداً، لذلك طمن القديسة مريم بنت البتولية إلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى رب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. المجد لله في العلا وعلى أرض السلام، نسبح نبارك نسجد لك نماجد، نشكرك ونحمد أيها الرب الإله، قادر على كل شيء. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، نسبحك نباركك نسجد لك نماجد، أيها الرب الإبن الوحيد، أيها الرب الإله، حامل خطايا العالم ارحمنا، حامل خطايا العالم اقبل تضرعنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض نسبحك نباركك نسجد لك نماجد، يا أيها الجالس من عن يمين الآب ارحم
القدوس وأنت وحدك اللهم اقبل هذه القرابين التي جئنا نرفعها إليك، قدسها ببركتك العلوية واجعلها لنا ينبوع خلاص بالمسيح ربنا. آمين. قراءات على صفحة 161. قراءة من سفر نحمية. في تلك الأيام أحضر عزر الكاهن التوراة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل ذي فهم ليسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيه أمام الساحة التي أمام باب المياه من الصبح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء وكل ذي فهم، وأذانوا جميع الشعب إلى سفر التوراة. وقام عزر الكاتب على منبر من خشب مصنوع لذلك، وفتح عزر السفر على عيون جميع الشعب لأنه كان فوق الشعب كلهم، ولما فتحه وقف الشعب أجمعون وبارك عزر الرب الإله العظيم، فأجاب جميع الشعب آمين آمين رافعين أيديهم، وخروا وسجدوا بوجوههم للرب إلى الأرض. فقرأوا في سفر توراة الله جهراً مبلغين المعنى حتى فهموا القراءة. ثم أن نحمية الذي هو التراشاتا وعزر الكاهن الكاتب واللاويين الذين كانوا يفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب: هذا يوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا. وكان الشعب كلهم يبكون عند سماعهم كلمات التوراة. وقال لهم: امضوا كلوا المسمنات واشربوا الحلو ووزعوا حصصاً على الذين لم يهيأ لهم، لأنه يوم مقدس لربنا، فلا تحزنوا لأن فرح الرب قوتكم. كلام الرب. الشكر لله. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. شريعة الرب كاملة تنعش النفوس، شهادة الرب صادقة تجعل الجاهل حكيما. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. وصايا الرب مستقيمة تفرح القلوب، أوامر الرب وضاءة تنير العيون. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي،
من له يسوع له كل شيء. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. مخافة الرب طاهرة إلى الأبد مقيمة، أحكام الرب حق وإنصاف كلها. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. ولتنل الرضا أمامك أقوال فمي وخواطر قلبي يا رب معتصمي وفادية. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثوس. أيها الإخوة، كما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، وإن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسداً واحداً، فكذلك المسيح. فإننا قبلنا المعمودية جميعاً في روح واحد لنكون جسداً واحداً، أيهود كنا أم يونانيين، عبيداً أم أحراراً، وشربنا من روح واحد. فليس الجسد عضواً واحد بل جملة أعضاء. فلو قالت الرجل لست يداً فما أنا من الجسد، أفتراها لا تعد من الجسد؟ ولو قالت الأذن لست عيناً فما أنا من الجسد، أفتراها لا تعد من الجسد؟ فلو كان الجسد كله عيناً فأين السمع؟ ولو كان كله أذناً فأين الشم؟ ولكن الله جعل في الجسد كلاً من الأعضاء كما شاء. فلو كانت كلها عضواً واحداً فأين الجسد؟ ولكن الأعضاء على كثرتها والجسد واحد. فلا تستطيع العين أن تقول لليد لا حاجة بي إليك، ولا الرأس للرجلين لا حاجة بي إليكما، بل إن الأعضاء التي نحسبها أضعف الأعضاء في الجسد هي ما كانوا أشدها ضرورة، والتي نحسبها أخسها في الجسد هي ما نحصيه بمزيد من التكريم. وكذلك الأعضاء التي نستحي بها نخصها بمزيداً من الوقار، أما الأعضاء الشريفة فلا حاجة بها إلى ذلك. ولكن الله نظم الجسد تنظيماً فجعل مزيداً من الكرامة لذلك الذي نقصت فيه الكرامة، فلا يقع في الجسد شقاق، بل ليهتم الأعضاء بعضها بعضاً اهتماماً مشتركاً. فإذا تألم عضو تألمت معه سائر الأعضاء، وإذا أكرم عضو سرت معه سائر الأعضاء. فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو فيه. كلام الرب. هللويا هللو هللويا 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 هللو هللويا هللويا هللويا. أرسلني الرب ليبشر الفقراء وأعلن للمأسورين تخلية سبيلهم.
هللويا هللو هللويا 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 هللو هللويا 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 الرب ما بشارة القديس لوقا الإنجيلي الباشير ألمست لك يا رب ألمست لما أخذ كثير من الناس يدونون رواية الأمور التي تمت عندنا كما نقلها إلينا الذين كانوا منذ البدء شهود عيان للكلمة ثم صاروا عاملين لها رأيت أنا أيضاً وقد تقصيتها جميعاً من أصولها أن أكتبها لك مرتبة يا تافيليوس المكرم لتتيقن صحة ما تلقيت من تعليم. في ذلك الزمان عاد يسوع إلى الجليل بقوة الروح فانتشر صيته في الناحية كلها وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه جميعاً وأتى الناصرة حيث نشأ ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ فدفع إليه سفر النبي أشعيا ففتح السفر فوجد المكان المكتوب فيه روح الرب نازل علي لأنه مسحني لأبشر الفقراء وأرسلني لأعلن للمأسورين تخلية سبيلهم وللعميان عودة البصر إليهم وأفرج عن المظلومين وأعلن سنة قبول عند الرب ثم طوى السفر فأعاده إلى الخادم وجلس وكانت عيون أهل المجمع كلهم شاخصة إليه فأخذ يقول لهم اليوم تمت هذه الآية بمسمع منكم كلام الرب التسبيح لك أيها المسيح للمسيح يسوع التسبيح والبركة من أجل كلامه الحي لنا للمسيح يسوع التسبيح والبركة تفضلوا الجلوس الآن سوف نبدأ رتبة منح الشدياق لأبنائنا نضال وسمير وجهاد وحازم ليتقدم المترشحون لخدمة الشدياق القارئ سمير شفيق الشوملي ها أنا ذا القارئ نضال عقلة مرجي ها أنا ذا القارئ جهاد عيسى قندح ها أنا ذا القارئ
حازم سامي حداد. هانذا نحن. الإخوة الكهنة، الأخوات الراهبات، المترشحون لدرجة الشدياق الأعزاء، أبناء هذه الرعية، قبل ما نفسر إنجيل هذا الأحد أريد أن أقدم لكم من هم المترشحون لهذه الخدمة. فهم لهم مكانة في المجتمع وفي الكنيسة، ودعاهم الله لكي يتطوعوا لخدمة الهيكل. وجميل أن تعرف الرعية من هم هؤلاء المتطوعون. أبدأ من اليسار، الأخ نضال مرجي، هو حاصل على بكالوريوس هندسة معمارية ويعمل اليوم بمنصب مدير دائرة هندسية بأمانة عمان. على المستوى الكنسي هو ملتزم بالكنيسة من خلال الشبيبة الجامعية والعاملة، مرتل بجوقة كورال الشبيبات في منذ 1986، وكان خادماً للهيكل، مسؤول شبيبة ثانوية في الماضي، وكان عضواً بلجنة الأسر الشابة، وهو عضو باللجنة الليتورجية منذ تأسيسها إلى الآن، ومنسق لجنة الكاريتاس التطوعية منذ عام 2002، وعضو بلجنة التنشئة المسيحية، ومدير إقليمي لمحافظة الزرقاء للمبادرة الدولية لسفراء السلام لعام 2017. وبعد شوي بصير شدياق، منزيد على السي في شي جديد. سمير شوملي أنهى دبلوم محاسبة، متقاعد الآن من وزارة الصناعة والتجارة والتموين. من سنة 1997 كان عضو في اللجنة الليتورجية ومنسق لجنة أسرتنا في الزرقاء ومندوب موقع أبونا في الزرقاء منذ 4 أعوام. المرشح الثالث جهاد قندح، أنهى تعليمه بدراسة هندسة صيانة الطائرات، هو متقاعد من سلاح الجو الملكي الأردني ويعمل الآن في أكاديمية الشرق الأوسط للطيران. على مستوى الكنيسة هو عضو في لجنة المحبة في الكنيسة، وعضو في عائلة القلبين الأقدسين راهبات القديسة دوروثيا. المرشح الرابع حازم حداد، أنهى دراسته ببكالوريوس إدارة أعمال، يعمل حالياً في وزارة الداخلية. على المستوى الكنسي، وهو كان يخدم في الكنيسة من خلال خدام الهيكل ولجنة أسرتنا وأحد أعضاء شبيبة الرسل، وهو منسق عام لشبيبة الرسل وأحد أعضاء لجنة التنشئة المسيحية، وصديق من أصدقاء لجنة المحبة التي تعنى بالفقراء. واسمحوا الآن أن ننتقل إلى إنجيل هذا الأحد. يسوع يدخل المجمع، مجمع الناصرة، ليصلي كعادته. انتبهوا على كلمة كعادته، يعني يسوع كان ملتزماً بواجباته الدينية وفقاً للشريعة. كل سبت كان يذهب إلى المجمع، مثل ما إحنا كل حد نذهب إلى الكنيسة لنسمع كلام الله. وكانوا في المجمع يرتلون المزامير، يصلون، ولكن أيضاً يقرؤون من التوراة. قراءة التوراة كانت من العناصر الرئيسية في رتبة المجمع يوم السبت. ومن كان يقرأ ويعظ؟ الكتبة، المتعلمون، والكهنة. يسوع لم يكن من الكتبة ولم يكن من الكهنة، رغم أنه بالنسبة إنه هو الكاهن الأعظم،
لكن في ذلك الوقت يسوع كان يعتبر علمانياً، كان يعتبر نجاراً، ابن نجار، هذا السي في تبع يسوع، هو نجار ابن نجار، لكن سمعته كمبشر، واعظ، مفسر للكتب، صانع معجزات، سبقته إلى الناصرة. وعندما رأوا ابن الناصرة يصلي في المجمع طلبوا منه احتراماً له أن يقرأ من السفر وأن يفسر ما قرأ. ويذكر الإنجيل لوقا بأن ما قرأه يسوع من أشعيا النبي يقول: روح الرب نازل علي، لأنه أرسلني لأبشر الفقراء وأعلن للعميان عودة البصر إليهم وأفرج عن المظلومين. هذه هي النبوءة التي قرأها يسوع، نبوءة سبقته بسبعة قرون، لأن أشعيا النبي عاش قبل المسيح بسبعمائة سنة. ماذا كان يمكن ليسوع أن يقول تفسيراً لهذه النبوءة؟ يعني شو الموعظة التي قالها يسوع نتيجة للقراءة النبوية؟ فاجأ يسوع جمهوره عندما أعلن في بداية عظته: اليوم تمت هذه الآية، اليوم تمت هذه الآية على مسامعكم. يعني الذي سيبشر الفقراء ويعلن للعميان عودة البصر إليهم والذي يفرج عن المظلومين هو يسوع. تشجع وتجرأ وأعلن بأنه هو المقصود من هذه النبوءة، وأن النبوءة تتحقق فيه. ونريد أن نركز على كلمة اليوم، اليوم تمت هذه النبوءة. كثير مرات في الكتاب المقدس نجد كلمة اليوم وهي تحتل مكانة كبيرة، لأن الله هو إله الحاضر مش إله الماضي، ربنا هو إله الحاضر. بدي أذكركم ببعض الآيات اللي فيها وردت كلمة اليوم، مثلاً: اليوم إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. ربنا إله حاضر، اليوم يتكلم معنا، الآن يتكلم معنا، الآن يجب أن ننتبه لما يقوله لنا وماذا يعلمنا. في الصلاة الربية شو منقول؟ أعطنا اليوم خبزنا كفافنا، اليوم. ربنا هو إله الحاضر. يسوع في إنجيل يوحنا قال: الآن دينونة هذا العالم. كل ذلك ماذا يعني؟ يعني أن الله لا يحب التأجيل. إذا دعانا، إذا كلمنا، إذا ألهمنا روحه القدوس شيئاً ما، فإن الله يريد منا جواباً سريعاً، لأنه ليس إله الماضي، وليس فقط إله الذكريات، ولا حتى هو إله المستقبل المبهم، بل هو إله الحاضر الذي يستجيب لنا. اليوم يكلمني الروح القدس، اليوم يدعوني الرب إلى الخلاص، اليوم يدعوني الرب إلى التوبة، اليوم يريدني الرب أن أساعد جاري المحتاج، اليوم يريد الرب مني أن أقوم بواجبي. اليوم سمع هؤلاء الشباب الأربعة صوت الرب يدعوهم لأن يخدموا هيكله ومائدة كلمته، فلبوا نداء الرب للخدمة. اليوم كلنا مدعوون لعيش روح الإنجيل حتى لو كان يومنا معتماً وضبابياً، لأن فيه، في هذا اليوم ينتظرني الرب لألتقي به. فالحاضر هو مكان لقاء الرب معي. إن إلهنا يعيش معنا في الحاضر، إن إلهنا قام بأشياء عظيمة ولا يزال يقوم
بهذه الأشياء العظيمة اليوم. أتذكرون ماذا قال يسوع للص اليمين التائب الذي قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ قال له اليوم ستكون معي في الفردوس. إخوتي الأحباء، أريد أن أنهي بهذه الآية التي ذكرتها سابقاً، بأننا في كل يوم، كل يوم هو يوم مقدس، لأنه كل يوم ربنا بيتكلم معنا، كل يوم الروح القدس يلهمنا. لذلك يقول لنا الروح القدس اليوم إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. على مستوى آخر أريد أن أحدثكم عن المهام اللي راح يقوموا فيها إخوتنا الشضايقة في هذه الرعية. لهم مهمتان: يواصلون خدمة مائدة الكلمة من خلال قراءة القراءة الأولى أو الثانية، من خلال مزمور الردة الذي يفضل دائماً أن ينشد لأنه مزمور يعني نشيد. هم أيضاً يحضرون القراء المختلفين كي يقرأوا كلمة الله بوقار وجدارة ووضوح، فكلمة الله في الاحتفال لها مكانة رئيسية، يجب أن تعلن بأقصى درجات الوضوح والإلقاء. كما أنهم على كشضايقة مهامهم أن يخدموا الهيكل، أن يحضروا الخدام، أن يدربوهم على الخدمة. وهذه الرعية، وأقول ذلك بافتخار، تهتم منذ القديم بالخدام، دائماً في خدام مدربون لكي يقوموا بالخدمة، وهم نموذج للرعاية الأخرى. إذن واجب الشضايق أن يهتموا أيضاً بتدريب خدام الهيكل. هم أيضاً يحضرون القرابين، الخبز والخمر، ويغسلون الآنية المقدسة، وبشكل استثنائي سوف يناولون، يستطيعون أن يناولوا القربان الأقدس إما في القداديس الاحتفالية حسب حاجة الرعية، أو أيضاً يحملون المناولة المقدسة للمرضى، وهذه مهمة جميلة جداً. كم مناولة المريض تحمل له من العزاء، وأشياء كثيرة أخرى يستطيع الشضايق أن يقوموا بها، مثل عرض القربان الأقدس للسجود عندما تقوم الرعية بذلك. أريد في نهاية كلمتي أن أهنئ الشضايق، أهنئ عائلاتهم، وأقول لزوجاتهم ولأبنائهم بأن هذه الرتبة هي بركة للعائلة، فإن الرب عندما يحملنا مهمة جديدة إنما يعدنا ببركات كثيرة. هو الذي قال بأن الذي يتبع يسمع صوته ويتبعه له 100 ضعف ولا حياة الأبدية. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح. السلام وتجسد بقوة الروح القدس ومن بين أعضاء التأنيث
بعد المنادى على المترشحون لرتبة الشدياق سوف يصلي الأسقف سيادة المطران وليام الشوملي الصلاة على المترشحون لرتبة الشدياق، ومن ثم يسلم الإناء والكأس مع الخبز والخمر لكل مترشح لرتبة الشدياق، وهكذا تتم منح رتبة الشدياق لأبنائنا الأربعة. أيها الإخوة الأعزاء، لنبتهل إلى الإله ربنا كي يفيض بركته على إخوتنا هؤلاء الذين اختارهم لمهمة الشدياق، ويؤيدهم للخدمة بأمانة في كنيسته المقدسة. صمت وجيز، نطلب من الروح القدس أن يحل علينا جميعا وخصوصا على إخوتنا. اللهم العظيم الرأفة، يا من أودعت كنيستك خبز الحياة على يد ابنك الوحيد، هلما وبارك إخوتنا هؤلاء المختارين لخدمة الشدياق، وامنحهم أن يلزموا مذابحك المقدسة ويحرصوا على مناولة إخوتهم خبز الحياة، وينمو في الإيمان والرجاء والمحبة من أجل بنيان الكنيسة بالمسيح ربنا. جلوس. يا سمير، هاك الكأس مع الخبز المعد للاحتفال بسر الإفخارستية، واجتهد في أن تكون أهلاً لخدمة مائدة الرب والكنيسة. آمين. يا نضال، إليك الكأس مع الخبز المعدين للاحتفال بسر الإفخارستية، واجتهد في أن تكون أهلاً لخدمة مائدة الرب والكنيسة. آمين. يا جهاد، إليك الكأس مع الخبز المعدين للاحتفال بسر الإفخارستية، واجتهد في أن تكون أهلاً لخدمة مائدة الرب والكنيسة. آمين. يا حازم، هاك الكأس مع الخبز المعدين للاحتفال بسر الإفخارستية، واجتهد في أن تكون أهلاً لخدمة مائدة الرب والكنيسة. آمين. Thank you.
وقوف. الآن نصلي من أجل نيات الكنيسة، الرعية، المتقدمين من هذه الرتبة وعائلاتهم. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، رسالة المسيح أن يحرر الناس، فلنطلب إليه أن يحررنا من قيود أنفسنا الثقيلة القاسية، ومن أهوائنا ومن أسقامنا. من أجل قداسة حبرنا الأعظم البابا فرانسيس المتواجد حالياً في بنما مع الشباب والشابات من العالم أجمع، لكي يمنحه الرب القوة والحكمة لرعاية شعبه وقيادته إلى بر الخلاص. إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل رئيس أساقفتنا بيير باتيستا وأسقفنا ويليام الشوملي وجميع الكهنة المكرسين، ولكي يمنحهم الرب النعمة والمحبة لنشر ملكوته ما بين البشر. إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل إخوتنا الذين قبلوا اليوم رتبة الشدياق، كي يباركهم الرب ويبارك خدمتهم وعائلاتهم، ويشعل في قلوبهم محبة وغيرة متقدة لبيت الرب، فيخدمونه بلا خوف بالقداسة والبر جميع أيام حياتهم. إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل عائلات هذه الرعية، كي يمن الرب عليهم بالصحة والفرح ويجزل نعيم عطاياه السماوية وبركاته ويحفظهم سالمين، فيفتح قلوبهم كي يقدموا أبناءهم لخدمة الرب والكنيسة والمجتمع. إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل أن تكون كنيستنا بتنوع فعالياتها رمز وحدتنا واتحادنا، حيث يسعى كل عضو فيها لتمجيد اسم الرب وخير القريب. إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل جميع المرضى والمتألمين، لا سيما من أبناء رعيتنا، كي يغمرهم الرب بنعمته الشافية، فيجدوا بصليب المسيح القوة والعزاء. إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء وتعلمنا كيف نرى المسيح في كل إنسان، وأن تنقل إلى المسيح رغباتنا وتنقل إلينا رغبات المسيح. إلى الرب نطلب استجب يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من طرقت بدعوتك أبواب الفقراء والمساكين والمرضى والمأسورين، مبشرا بالخلاص ومتمما فيك ما جاء عنك في الكتاب، نسألك فآتنا أن نكون امتداداً لك، وأن نستكمل بين الناس دعوتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. Thank you.
ارتدي على صفحة 425. صفحة 425. أعطيني يا ربي أمشي دربك، أحميني من نفسي واقبلني لك. سارت بي الدرب بعيدا عن عيني، ومشيت دنيا تتوقني يدي. ردني بحبك وشدني إلي، فمن اليوم أنا ملكك. ردني بحبك وشدني إلي، فمن اليوم أنا ملكك. ها أنا ملكك. زادت في الرغبة لأكون ملكك، فاملأني دوما من حبي لك. منذ أن عرفتك استعذبت قربك، ما عدت أطلب في الدنيا غيرك. ردني بحبك وشدني إلي، فمن اليوم أنا ملكك. ردني بحبك وشدني إلي، فمن اليوم أنا ملكك. ها أنا ملكك. وجهي في عينيك ووجهك بيتي، راحة المنشودة وفرح قلبي. من دمع عينيك أروي عطشي، يسوع أنت حبي أنت فرحي. ردني بحبك وشدني إلي، فمن اليوم أنا ملكك. ردني بحبك وشدني إلي، فمن اليوم أنا ملكك. ها أنا ملكك. حبيبي إلهي اقبل توبتي، انزع عن عيني غشاء شهوتي. فالعالم يحوي ما يغوي جسدي، وروحي إليك أنت منيتي. ردني بحبك وشدني إلي، فمن اليوم أنا ملكك.
بحبك ردني بحبك وسدني إليك فمن اليوم أنا ملكك ها أنا ملكك. صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. اللهم اقبل هذه القرابين التي جئنا نرفعها إليك، قدسها ببركتك العلوية واجعلها لنا ينبوع خلاص بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. إنه بولادته جدد البشرية، وبآلامه كفر عنا خطايانا، وبقيامته مهد لنا سبيل الخلود، وبصعوده إليك أيها الآب فتح لنا أبواب السماوات. لذلك إننا مع جمهور الملائكة والقديسين نسبح على الدوام بنشيد المجد هاتفين. قدوس 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 الرب إله الصباؤوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك هوشانا 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 في الأعالي هوشانا 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 في الأعالي. مبارك الآتي إلينا باسم الرب هوشانا 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 في الأعالي هوشانا 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 في الأعالي. حقا إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً خذوا فكلوا من هذا كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلاً خذوا فكلوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين
لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسداً واحداً وقلباً واحداً في المسيح. يجعل منا الروح القدس تقدمةً لك كاملةً أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ورسلك الأبرار، وشهدائك الأمجاد، ومع القديس شفيعنا الذي نقيم تذكاره اليوم وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ورئيس أساقفتنا بيير باتيستا وأسقفنا ويليام وجمع الأساقفة وسائر الكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الأب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. والآن لندعو الله بالصلاة التي لقننا إياها يسوع، والتي بها نذكر أننا إخوة أبناء أب واحد، ولنقل: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، Amen.
نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلامة في أيامنا، وعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلام أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوليها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. هوذا حمل الله، هوذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. ترتيل على صفحة 378. أشتو خاشعاً يا إله، قد توارى خلف شكل عجيب، هك قلباً خاضعاً كاد يفنى، من سنة مرأى كذاك المهيب. ظل طرفي ثم لمسي وذوقي، فيك سمعي نال كل اليقين، ما يقول ابن الإله اعتقادي، فهو حق قول حق أمين. Thank you.
حجيبا له فوق الصليب وهنا الناس أيضا توارى غير أني مؤمن ومقر بهما كاللص أرجو اغتفارا جرحاً كتوم العنيد ولكني مؤمن دون ريب زد يقيني فيك زد رجائي وليذب بالحب قلبي لربي أنت ذكرى موت ربي وخبز أنت حي للأنام الحياة دع فؤادي فيك يحيا دوما بك يحظى غبطتان ويقات ابقى ربي دائما طهر نفسي بالدم المسكوب فوق الصليب منها تكفي قطرات فهي تشفي كل ذنب من جميع الشعوب يسوع المختفي نصب عيني إنني أرجوك هبني مرامي رؤيتي إياك وجها لوجهي ناظرا مجد السماء للدوام ترتيل على صفحة 432 432 Hi.
وهبني عزما لأبني في الناس بيتا لك حيث تجدني فليواكبني نور نعمتك. روح المسيح قدسيني جسد المسيح خلصني دم المسيح أسكرني ما أجن بالمسيح سلني أني ما كريستي سانتيفيكا مي كوربوس كريستي سالفا مي سانجويس كريستي نبريا مي أقوى لاتيريس كريستي لافا مي المسيح قدسيني جسد المسيح خلصني دم المسيح أسكرني ما أجن بالمسيح اغسلني لا تدعني أنفصل عنك ومن الشرير نجني عند ساعة موتي أدعوني أنيما كريستي سانتيفيكا مي كوربوس كريستي سالفا مي سانجويس كريستي نبريا مي أقوى لاتيريس كريستي لافا مي أنيما كريستي سانتيفيكا مي كوربوس كريستي سالفا مي سانجويس كريستي نبريا مي أقوى لاتيريس كريستي لافا مي لنصلي. أيها الإله القادر على كل شيء، إنك قد أنعشتنا بنعمة حياة جديدة، فنسألك أن نفخر دائما بعطائك هذا الجزيل بالمسيح ربنا. آمين. تفضلوا الجلوس. أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. سيادة المطران ويليام الشوملي جزيل الوقار،
قدس الأب إياد بدر كاهن الرعية، الكهنة الأجلاء والأعزاء على قلوبنا، أخواتنا الراهبات العزيزات، إخوتنا فعاليات الرعية وأبناء رعيتنا والضيوف الكرام، أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. إن كلمات المزمور هذه تشعرنا بالراحة والإطمئنان في حياتنا، لأننا نشعر بأننا أبناء الله، وكل يوم نولد من جديد، فلكل يوم مغفرته ورحمته ومحبته من الله أبينا. ولأننا أبناء الله نشعر بواجبنا بعد نيلنا رتبة الشدياق بأن نخدم في بيت الله من خلال المساعدة بالمناولة المقدسة وتحضير الأطفال المتقدمين لسر المناولة، ونخدم أبناء الله في رعيتنا من خلال إيصال جسد الرب إلى بيت كل من يتألم ولا يستطيع القدوم إلى الكنيسة. وطبعاً هذا كله عند الحاجة وبطلب من كاهن رعيتنا. وهذه الرتبة لم نكن لنحصل عليها بدون جهود سيادة المطران ويليام الشوملي وقدس الأب إياد بدر. لذلك باسم كاهن رعيتنا قدس الأب إياد بدر، وباسم إخوتي الشدايقة، نتقدم بالشكر أولاً لله الذي جمعنا حول مائدته المقدسة والموجود الآن بيننا، لأنه وعد ووعده صادق، فهو من قال: إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي كنت هناك بينهم. ونشكره على هذه النعمة المقدسة التي منا بها علينا لنكون خدماً لأبناء رعيتنا وأبرشيتنا برتبة الشدياق. ثانياً، نتقدم بالشكر لسيادة المطران ويليام الشوملي لترأسه هذه الذبيحة الإلهية لمنحنا هذه الرتبة، ونشكره أيضاً على وقته الذي أعطانا إياه من خلال الدورة التي دامت سنة كاملة، والتي أغنتنا بالمعلومات القيمة التي نستطيع من خلالها القيام بهذه الخدمة، فنكون أهلاً لنكون أبناء الله ونولد كل يوم من جديد. ثالثاً، نتقدم بالشكر لقدس الأب إياد بدر الذي منحنا ثقته واختارنا لنكون شدايقة بين أبناء رعيتنا، ونسأل الله أن نكون أهلاً لهذه الثقة ونكون عند حسن ظنه. ونشكر قدس الأب خالد جمو الكاهن المساعد الذي قام بمساعدتنا لتحضير لهذا القداس. وأخيراً، نتقدم بالشكر لكهنتنا الأجلاء الذين شاركونا هذه الذبيحة الإلهية، ولكل من ساهم في التحضير لها، ونخص بالذكر أخواتنا الراهبات العزيزات على قلوبنا، ومجموعتنا الكشفية، وشبيبة الرسل، وجوقة الترتيل، وجميع فعالياتنا بدون استثناء. ونتقدم بالشكر لموقع أبونا وفضائية نور السات. والشكر الكبير لكم أنتم أبناء رعيتنا، فنحن منكم ولخدمتكم. ولا نريد أن ننسى شكرنا الجزيل لزوجاتنا العزيزات ولأولادنا الذين باركوا مسيرتنا الجديدة هذه. فيا أبناء رعيتنا وجميع ضيوفنا الكرام، نطلب منكم نحن أبناءكم الشدايقة أن تذكرونا بصلواتكم لنكون أهلاً لخدمتكم لمجد الله ولخير كل قريب. مع أني حكيت أكثر من اللازم، لكن بدي أعبر عن فرحي وفرح هذا القسم من الأبرشية، لأنه هذا الشهر تقريباً 23 شاب بنفس هذا الحماس وهذا النشاط من 10 رعاية في الأردن
ينالون هذه الرتبة. وبدي أشهد كمان إنه شبابنا 23 منهم هؤلاء الشدايقة الجدد كانوا يجوا كل جمعة تقريباً بحماس كبير لثلاث ساعات من التدريب والمحاضرات حتى يستعدوا لهذه الرتبة. فعلاً كانوا يجوا بحماس وفرح أنا لم أكن أتوقعه، فأنا لازم أشكرهم على وقتهم لأنه كلهم منشغلين عندهم عيلة وأولاد والتزامات، لكن كانوا يضحوا بكل شيء بالغالي والنفيس لكي فعلاً يتقدموا من هذه الرتبة، وهم أصبحوا فعلاً غنى وثروة لكنيستنا. يعني كنيستنا صارت أقوى وأغنى بمشاركتهم وبهذه الرتبة اللي استلموها اليوم. بدي أشكر كمان زوجاتهم، ومشان تعرفوا إنه كل واحد من صاروا شدايقة طلب من زوجته توقع على الطلب والموافقة، يعني الأربعة وافقوا بدون تردد. إشي أخير بديش أطول عليكم. أول ما فكرنا إنه نعمل شدايقة الناس قالوا أوف مش رحين يتناولوا منهم، يعني تغلبوش حالكم، يعني بالكاد قبلوا الشمامسة. أنا شفت اليوم من تصفيقكم الحماسي ومن ترتيلكم ومشاركتكم إنه قبلتوهم مش من أول يوم، من أول دقيقة، وهذا الحماس بشجعنا إنه الخطوة اللي خطيناها كانت خطوة صحيحة وليست مجازفة. فحماسكم أيد المشروع الرعوي اللي قمنا فيه، وشكراً ومبروك للجميع. لنصلي. أيها الإله القادر على كل شيء، إنك قد أنعشتنا بنعمة حياة جديدة، فنسألك أن نفخر دائماً بعطائك هذا الجزيل بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ليكن اسم الرب مباركاً من الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدوس. آمين. شكر لله.